مدام فريدة، أستاذ هادي بره عايز يقابل حضرتك. خليه يتفضل. الحمد لله على السلامة. ميرسي يا هادي. أكرم قال لي إنك أنت اللي أنقذتني. ما زهقتيش يا فريدة؟ ومش حاسها. تحاولي تنتحري مرتين وتفشلي، ده ما بيقولكيش حاجه. بيقولي ان الدنيا ماسكه فيا بايديها واسنانها، مش عايزه تسيبني. هي اكيد ماسكه فيك الحكمه، ليه مش عايزه تفهميها؟ ليه مصره انك تنهي حياتك؟ اول مره قعدت 3 سنين في الغيبوبه، وتاني مره لحقتك، المره الجايه بقى تسيبني. المرة الجاية ما تبقاش موجود. أنا عاوزة أموت. أنت عايزة تهربي؟ مفيش حاجة أعيش عشانها. لما عملت الحادثة حمدت ربنا طبعاً إنه نجاكي منها وإنك عايشة حتى لو في غيبوبة، بس على قد ما أنا كنت متضايق من اللي حصل لك كنت متضايق منك أنت أكتر. خايف من اللحظة دي، وقعدت أحضر لها كلام كتير قوي طول السنين اللي فاتت، بس دلوقتي مش فاكر منها حاجة، لقيتني بنسى. مش قادرة أواجه أي حاجة وأنا على الكرسي، مش قادرة. مين قالك إنه مطلوب منك إنك تواجهي؟ أنا لما جيت أستسلم أنقذتني وطلعتني من البحر. طول عمرك بتقولي عني سلبي. ويعني المرة الوحيدة اللي تبقى إيجابي ترجعني للعذاب اللي أنا فيه ده؟ مع ذلك ما ينفعش إن أنا أبقى فارس الأحلام اللي اخترتيه. خلاص. ما بقاش في أحلام. بس لسه في حياة. حياة تستاهل إنك تعيشيها يا فريدة. إدي لنفسك فرصة تانية. أنا عارف. مش يمكن. صحيح. سلم لي على ليليان. يوصل. استأذنك.